اهلا وسهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل. التقرير الاخباري اللي احنا عرضناه لحضراتكم دلوقتي على الشاشة كان بيرصد الاحداث وتطورات الاوضاع الميدانية فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على لبنان، واللي ابتدى منذ اسابيع بمناوشات بسيطة ما بين اسرائيل وحزب الله على الحدود الجنوبية للبنان والشمالية لاسرائيل، ثم توسع خلال الايام الاخيرة لحرب شاملة تفتحها اسرائيل، مش بس زي ما بيقال في وسائل الاعلام التابعة لجيش الاحتلال في الضحايا الجنوبية ومقرات حزب الله. النهاردة وزير الداخلية اللبناني قال لك ان لبنان كله شماله ووسطه وجنوبه يتعرض الى القصف والى التدمير. هنا السؤال، ماذا تنوي اسرائيل فعله؟ هل قرر نتنياهو انتهاز فرصة التوهان الامريكي بسبب عام الانتخابات والعجز والصمت الغربي عن وقفه، وان ينهي على كل خصوم ويعيد رسم ملامح الخريطة من جديد، ولا نتنياهو جن جنونه بيحاول اشعال الموقف فقط لابقاء نفسه على الكرسي، لانه يعلم ان اللحظة التي سنتهي فيها الحرب هو خارج المشهد؟ اسئلة كثيرة اتوجه بها الى ضيفي العزيز الاستاذ دكتور عبد الحليم قنديل، بعد ما رحب ومسي عليه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عبد الحليم، وشرفت ونورت مكانك. الله يخليك. السؤال الان، ماذا يدور في عقل نتنياهو؟ يعني ما يدور في عقل نتنياهو هو هروب مجنون الى الامام بصوره متتابعه مضطرده، خطوه اسر خطوه. نقل النار من غزه الى الضفه الى لبنان. وطبعا من المعروف انه اشتباكات الحرب المحكومه بين حزب الله واسرائيل موجوده منذ ما يقرب من عام، من 8 اكتوبر 2023. اسماها حزب الله حرب اشغال او حرب مسانده لغزه. نعم. وربط بين الجبهتين. والى الان هذا هو الموضوع المفصلي. هل تستطيع اسرائيل فك الارتباط ام يبقي حزب الله على الارتباط؟ هذا هو عنوان التحدي المطروح بالنار الآن. كويس. طبعا الأيام الأخيرة شهدت عددا من الضربات الثقيلة متنوعة لحزب الله، بدءا بالبيجر وبعدين أجهزة اللاسلكي، وصولا إلى اغتيال قيادة قوات الرضوان في الضاحية الجنوبية، وصولا إلى مئات الغارات التي نشهدها يوميا الآن. طبعا هذا التحدي هو العنوان. حزب الله من جهته يسمي هذا التحدي الحساب المفتوح، أنه بيننا وبينكم حساب مفتوح في دفعات وفي دفعات مقبلة. من ينتصر في هذا التحدي؟ أنا أعتقد أنه رغم ما نلحظه كما لاحظنا من قبل في غزة من التفاوت المادي في موازين القوى، لا يمكن مقارنة طرفين في غزة، ورغم ما نلحظه من التفوق التكنولوجي الهائل للاحتلال الإسرائيلي، وهو تفوق مشتق من التفوق الغربي عموما والتفوق الأمريكي، لكن أقدار التكنولوجيا وحروبها ونجاحتها مهما عظمت لا تحسم نزاعا على الأرض لا فوقها ولا تحتها. بس يبدو أن حزب الله دفع فاتورة كبيرة خلال الأسبوعين اللي هو فات. دفع فاتورة كبيرة لأول مرة، يبقى فيه فقدان لعدد كبير من قياداته، وكمان هذا الاختراق الفظيع لاتصالاته الداخلية وشبكته الداخلية. ده صحيح، بس علينا ان نلاحظ انه طبعا هذا اكبر، السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اعتبر ان هذه اكبر ضربة وجهت لحزب الله. صح. ومن الملاحظ لعين اي مراقب انه في اختراقات ظاهرة جدا، لانه حزب الله يعيش في بيئة شبه خيانية ببساطة الشديدة. شبه خيانية. خيانة جاي من خيانة. ممتدة من طهران إلى لبنان. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أثبتت الحوادث غير مرة إنه أشياء عديدة جدا في إيران اللي هي الراعي أو الممول أو المساند لحزب الله مخترقة، حتى أجهزة الأمن
وهناك احداث كثيره منها اغتيال علماء نوويين وقاده عسكريين والى اخره. اخرهم اسماعيل هنيه. واخرهم طبعا اغتيال اسماعيل هنيه في شمال في مأمنه في غرفه نومه في شمال طهران. طبعا هذا الاختراق له اسباب لا مجال لشروح فيها، لانه التكوين الايراني تكوين خلاسي، خلاسي يعني يعني متنوع الموارد. البعض يتصور ان ايران هي الفرس، الفرس لا يشكلون الا اقل من نصف التكوين الايراني، وهنا قوميات اخرى عديده جدا. كويس. لا يجمع بين كل هذه القوميات غير المذهبيه الشيعيه في غالب سكان ايران الحاليه، لكن هناك حركات تمرد قومي جديده وقديمه، وهناك هجمه لا يمكن انكارها من اجهزه المخابرات الغربيه عموما، وبينها اجهزه المخابرات الاسرائيليه الموساد وبعض اجهزه المخابرات العربيه. هناك عمل في الداخل الايراني، وهناك امكانيه هائله لتجنيد جواسيس على ارضيه نزاعات الدم القائمه، اضافه طبعا لطبيعه النظام التي ثبت انها دمويه في مراحل عديده جدا. في هذا السياق بتنمو فكره الاختراقات. اتساع النفوذ الايراني شرقا ايضا، مروره ببيئات محطمه في العراق وفي سوريا، طبعا بيوسع دائره الجوساسه انجاز التعبير، وبالتالي فوصولا للبنان متعدد الطوائف ونظامه السياسي الذي لا يبني دولة إنما يبني شركة لكل طائفة فيها سهم معلوم. طبعا عايز اتوقف هنا عند لبنان يا دكتور. لها آراء مختلفة وهي مستعدة طوائف كثير منها إلى القيام بالدور. طيب في نقطة هنا مهمة لازم نتكلم فيها، وهي الوضعية الدولة اللبنانية. احنا بنتكلم عن دولة لبنانية لها سيادة ولها استقلال، وطبعا حبنا واحترامنا لدولة لبنان وشعبها ده غني عن الكلام. لكن اشكالية انه حزب الله يتصرف بمعزل عن قرار الدولة، دي مشكلة. يعني حزب الله هو اللي بيقرر امتى يقحم لبنان في حرب او لا، والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني ليس له قرار في ذلك. على اي حال هذا مشكلة كبيرة. هذا كلام يقال كل يوم ويبدو بعناوين الحق التي يراد بها الباطل غالبا. ليه؟ ليه؟ لأن لبنان نفسه، احنا بننكر أن لبنان دارت فيه حرب أهلية لزمن طويل جدا. صحيح. دون أن يستأذن أحد أحدا. يعني من 1975 حتى أوائل التسعينيات. ماشي. القرن العشرين. هنفضل ندفع ثمنها طول العمر؟ واثنين، هذا ليس ثمنها، لأن حزب الله لم يكن طرفا في هذه الحرب. اثنين، الحزب لبنان نفسه كمقولة كدولة لم يكن في أي وقت الأفكار الكبرى من نوع السيادة والحدود والأشياء من هذا القبيل. لبنان ساحة مفتوحة بسبب تنوعه الطائفي اللانهائي، بلد صغير في 18 طائفة، كل جهاز في الدولة أمني عسكري مدني، كل هذه الأجهزة من درجة مدير عام فيما فوق لكل طائفة من 18، ده عدد من الموظفين. يعني تمثيل طائفي في المناصب، يعني تمثيل يعني 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 مريع ممتد في كل شيء على الأرض. ففي النهاية لا يمكنك الحديث في أي وقت إلا في أوقات عابرة الحقيقة، لما كانت مصر راعية للبنان أيام فؤاد شهاب كان لبنان ماسك نفسه شوي، لكن لبنان هو ساحة مثالية لعمل أجهزة المخابرات من كل صنف ولون. وده الواقع اللي احنا شايفينه، هو وده الواقع هو الذي كان موجودا دائما. هل حزب الله يتصرف على أنه دولة؟ حزب الله قد يتصرف على أنه دولة لأنه لا دولة من الأصل. يعني ده تقليل. اثنين، حزب الله حزب لبناني. نعم. ثلاثة، حزب الله متسق في سلوكه مع قواعد الرسمية السورية للدولة اللبنانية الآن، اللي بتعتبر أنه أي تعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي جريمة خيانة. ده الأساس في القانون الرسمي. فالوضع ده بيخلي لبنان هذا الصغير أشبه بما ممكن تسميته الولايات اللبنانية المتحدة. تسمع كلاما كثيرا جدا. وفي النهاية
ما يتعلق بما حدث وطريقة نشأة حزب الله، طبعا نعرف ان لبنان جرى اجتياحه سنة 1982 من اسرائيل حتى بيروت. وبعدها انحصر هذا الاحتلال قليلا الى الجنوب، وبعدها بدأت مقاومة طويلة المدى لحزب الله، بالذات برز فيها ظاهرة حزب الله ل 30 سنة. وفي النهاية أجلي الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان بقوة المقاومة من نوع مختلف على طريقة حزب الله، وهذا عمل سيادي. تمام. لم يشارك فيها هؤلاء الذين يتحدثون ليل نهار عن السيادة وأولوية السيادة وقرار الحرب وغيره. اثنين، في مفارقة تاريخية، أن لبنان الذي كان يعد أضعف دولة عربية في دول المواجهة بظاهرة حزب الله الحقيقة أصبح أقوى دولة عربية على خط المواجهة. على خط المواجهة، لأن في دول أنهت صلتها بفكرة مواجهة إسرائيل. ال 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 فالوضع الحالي أكيد ليس وضعا مثاليا، لكن السؤال بالمقابل أين هو الوضع المثالي الموجود في هذا العالم العربي المتسع المترامي الأطراف؟ ما فيش أي حاجة متسقة مع أي عقل. احنا في لحظة انحطاط تاريخي، فهنا لا يلوم انت عارف المفارقة فين يا استاذ عبد الحليم، اللي هي عاملة الازدواجية عند بعض الناس سواء في مصر او في الوطن العربي على المشهد في لبنان اللي كلنا متعاطفين معاه ومتضامنين طبعا مع الشعب اللبناني، انه حزب الله بياخد قرار احادي بانه يعمل ضربات او يواجه زي ما حضرتك بتقول او يشكل مقاومة تظل قادرة على الصمود وعلى البقاء لفترة كذا، لكن مش هو اللي بيدفع الثمن، او مش هو اللي بياخد الضربات، لبنان كلها اللي بتدفع الثمن. طبعا لبنان كله يدفع الثمن، هي دي المشكله، لكن من يدفع الثمن اكثر هو حزب الله طبعًا. نفسه طبعا هو حاضنته الشيعيه الممتده من الضاحيه الجنوبيه الى جنوب لبنان، البقاع الى الخط الازرق مزبوط. وفي البقاع، يعني هذا هو ترتيب دفع الاثمان. لا، هو اللي دفع الثمن في تحرير جنوب لبنان. فالنهايه في هذا الوضع العربي المختل انت لا تستطيع ان توجه لوما للقائم من القاعدين. فحزب الله ايضا في هذه المواجهة التي وجهت اليه ضربات هائلة في هدمه، طبعا انا اتصور انه عليه ان هو يعيد النظر في بيئته الداخلية وبيئته المحيطة، لانه واضح ان في اختراقات بشرية، مش بتكلم عن الاختراقات التكنولوجية او فوارق التجسس. لا، ما فيش اختراق الا وراء خيانة. في خيانات. اتنين، عليه ايضا ان هو يواجه الموقف، فهو في معادلة صعبة، كيف يطهر ويقاتل في نفس الوقت. لان اولويات القتال تستلزم الثبات. ماذا دلت عليه الحوادث التي تلت اختراقات البيجر والووكي توكي؟ دلت ببساطة على انه الى الان، الى اللحظة التي نتحدث فيها، انه جهاز اتصالات حزب الله الداخلي العسكري بمعنى اخر نظام القيادة والسيطرة لا زال سليما. وإلا ما كنا شهدنا ما شهدناه بالامس من ضربات الصاروخية، ولا حتى ما نشهده ونحن نتحدث. وبقاء حسن نصر الله نفسه. وش بقاء الشيء الاخر في مسلسل القيادات وضياع القيادات، طبعا في تجارب دامية لحزب الله والحركة حماس والجهاد وكده في فكرة اغتيال القيادة. هذا النوع من التنظيمات أصلا وطن نفسه إضافة لطابعه الإيماني على فكرة الإحلال الآلي للقيادات، بمعنى أنه أغتيل 20 في الضاحية الجنوبية قبل أيام، في نفس اللحظة التي جرى اغتيالهم فيها حل 20 آخرون دون حاجه لاستصدار قرارات جديده. لان هو النائب هو اللي عليه الدور، هو هيراركي كده، هو عمليه اليه متصله. نعم. وهذا ما يفسر صلابه غير العاديه للتنظيم، لانه طبعا في البعض يتوقع انه حتى اغتيال حسن نصر الله سوف يذهب بحزب الله. ليس صحيحا. عباس الموسوي مؤسس حزب الله جرى اغتياله ولم يكن حسن نصر الله وقتها شيئا يعني. نعم. سوى انه
ارتبط اسمه باسم الحزب لبقائه فترة طويلة ولوجوده على رأس معارك عديدة كان آخرها 2006. فمن ثم الفكرة الأساسية التحدي المعلن، هل يستطيع نتنياهو اللي هو لم يستطع تحقيق الأهداف المعروفة في غزة، هل يستطيع تحقيق الهدف الرابع الذي أضافه ما يسميه إعادة سكان الشمال؟ أنا لا أعتقد أنه يستطيع، أو دعني أقول أنه هذا هو التحدي الآن. طيب أنا هقف عند نقطة التحدي. حسن نصر الله قال لن يعود. هقف عند نقطة التحدي أنه حسن نصر الله قال لن يعود المستوطنون الإسرائيليون إلى شمال إسرائيل، ونتنياهو النهاردة قال على حزب الله أن يعوا الدرس ويعرفوا أن إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تريد بالقوة الجبرية. فهقف عند هذه النقطة، أروح لفاصل وأرجع أسأل من الأقرب إلى القدرة على تنفيذ وعوده. والسؤال الثاني الأهم اللي عايز أسأل فيه الأستاذ عبد الحليم، وهو اختلاف دلوقتي ما بين مدرستين في التحليل السياسي، هل ما حدث في ملف غزة فشل إسرائيل؟ هو فشل من حيث الأهداف المعلنة، تحرير الأسرى وتطهير حماس بالكامل ووجود حكومة ما بعد كذا، هذه الأهداف لم تحققها. لكن من يدرينا أن هذه هي الأهداف الحقيقية؟ إسرائيل أرادت أن تمسح غزة من الوجود، والحقيقة ده حصل بنسبة كبيرة. بس هنرجع بعد الفاصل ونشوف حقيقة النوايا الإسرائيلية. أهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. خلونا نبعد شوية عن متابعة الأحداث على الأرض ونرتفع شوية، نحاول نقرأ ما يحدث. وأصعب شيء أن تحاول استقراء ما هو موجود في نوايا القادة وصناع القرار. نتنياهو أعلن يوم 8 أكتوبر عندما يعني قرر الانتقام لما سمي بطوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر أن في ثلاث أهداف رئيسية للحملة العسكرية على غزة، هي تطهير غزة من حماس وتخليص كل الأسرى الموجودين لدى حماس، ثلاثة هو إعادة تشكيل المنطقة وتضبيط حكومة ما بعد حماس في غزة. بهذه الاعتبارات والأهداف اللي عادتها إسرائيل، إسرائيل فشلت لأن ما حققتش ولا واحدة من الثلاثة. لكن الحقيقة إسرائيل نجحت في تحقيق حاجة تانية، وهنا بقى سؤال الأستاذ عبد الحليم، إن بقى في فريق كبير من المحللين يرون إنه لا، دي كانت كاموفلاج، أهداف كاموفلاج إسرائيل عاملاها، لأن نتنياهو وفريقه من سموتريتش بن غفير هؤلاء المتطرفين شافوا ان الافضل ان كل مرة بعد عملة عسكرية يرجع يقولك اعادة اعمار غزة وانه خلايا حماس بترجع تاني، قالك طيب ما فيش حاجة اسمها غزة خالص، لا اعادة اعمار ولا كذا، وان احنا نسوي غزة بالارض وسيبهم يجروا ورا الاهداف اللي احنا اعلناها. جميل. طبعا المبدأ العام عندي ان الكرة زي ما الكرة جوان كده، الحرب اهداف. ما فيش حرب ان اللي لم تحقق هدفها فقط فشلت وهزمت مهما استخدمت من قوة نار. اتنين، في التطبيق على غزة في الأهداف التي ذكرتها، وفي هدف أهم الذي هو إبادة الفلسطينيين أو إقصائهم عن الأرض المقدسة، إخراجهم سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في الداخل الفلسطيني اللي هي بنسميها إسرائيل من فترة طويلة وراء الخط الأرض. تمام، ده هذا هو الهدف الجوهري. هل هذا الهدف وليد اليوم؟ لا، هو وليد سنوات مضت. قد يكون هذا الهدف انتعش بعد زلزال 7 أكتوبر. صحيح، لكن لا يتبناه نتنياهو وحده ولا من يسميه حكومته المتطرفة التي أدعو الإعلام إلى التوقف عن تسميتها بالحكومة المتطرفة، لأن هذا ينطوي ضمناً على إيحاء إيهام بأن هناك معتدلون في هذا الكيان الاحتلال. ليس هناك، كلهم يريدون إفناء الفلسطينيين أو تهجيرهم. يا عزيزي كلهم متطرفون، كلهم متطرفون. فإحنا نتوقف عن هذا الكلام كويس، أو تشخيص المسألة في شخص نتنياهو. تمام. دليل على ذلك، آخر دليل، أنه في السباق إلى الحرب او الدعوة لغزو بري للبنان من خط الازرق حتى نهر الليطاني واستحداث شريط امني، نفس فكرة الشريط الامني السابقة للمساعدة على اعادة سكان الشمال، 60% من الاسرائيليين يؤيدون ذلك الان، و20% يرفضون، و20% الاخيرة
ليس لها رأي. فأنت في النهاية إذا حالة عامة يمينية، حكومة يمين ومعارضة يمين، وفي نفس الوقت إزاء لحظة تاريخية مفصلية. إيه اللي خلاها مفصلية؟ الإحساس الغريزي. هنا التصرفات لا تتم في هذه اللحظة، التصرفات تتم بغرائز البقاء وليس بحساب المنطق ولا جدول العقلي المباشر. عشان كده فكرة ان انا اجيب المنطق واقول ما كنا قاعدين وكانت غزة قاعدة وكذا وكذا، ده كلام لا يستبطن حقيقة ما يجري، حقيقة الروح الوحشية. من اين جاءت كل هذه الرغبة في الانتقام وتحويل الفلسطينيين الى اشلاء وابادة الحجر والبشر والشجر والى اخره؟ جاءت من روح تصدر في حقيقة أمرها عن إحساس. قصدك مش بس السبب 7 أكتوبر، عن إحساس تاريخي بالرعب. من إن الفكرة الأساسية إن هذه الأرض، هذه أرض لشعب، يعني أرض بلا شعب أعطيت لشعب بلا أرض حسب المقولة الصهيونية. فوجئ بكثافة وجود الشعب الفلسطيني وصموده ورسوخه فوق الأرض المقدسة. هذا هو التحول. لو نتأمل الصورة، هنلتقى نصف الفلسطينيين المعاصرين موجودون خارج الأرض المقدسة في الدياسبورة الفلسطينية أو الشتات الفلسطيني، العربي الأوروبي الأمريكي اللاتيني إلى آخره، 7 ملايين وأكثر، و7 ملايين وأكثر موجودون فوق الأرض المقدسة. لما نيجي ننظر موزعون على 3 أقسام شبه متقاربة، في غزة الصغيرة جدا، في الضفة والقدس، ثم في الداخل إسرائيل الأرض المحتلة منذ 1948. وهنجد أيضا أن الوضع يعني ينطوي على مفارقة، كأن شعبا فلسطينيا آخر جرت ولادته من قلب المحن. طيب هذا الإحساس، روح الحرب الغريزة أو ما اسمته من قبل الحل الأخير أو الحل النهائي، هذا يعني قاعدة أنصاره واسعة جدا في الجمهور الإسرائيلي، مش بس سموتريتش وبن جفير وعاوزين يهدموا، كلهم عاوزين يهدموا المسجد الأقصى ويقوموا هيكل سليمان، وكلهم يريدون كل شيء. هؤلاء عناوين أوضح، لأنهم كانوا يتبنون ذلك منذ وقت طويل، فكرة إسرائيل الكبرى مش إسرائيل العظمى التي سعى إليها حزب العمل وخلفائه لحد ما بعد بيجن اللي هو أول زعيم من الليكود يحكم مفهوم إسرائيل. طيب أما نيجي نحسب في الحساب، لابد أن نشتق في الحساب روح الحالة وليس حسابات تبدو منطقية وعقلية ومترتبة بالورقة والقلم. ما فيش ورقة وقلم في الموضوع، ما فيش ورقة وقلم. هذه ما يجري أمامنا الآن هي أقدار مدفوعة بغرائز البقاء التاريخي لا شيء آخر، قبل وبعد أي شيء آخر. ليه؟ لأنه بغرائز البقاء التاريخي بذل الفلسطينيون كل شيء يمكن تصوره عقلا أو منطقا. نعم، راحوا يمنة وراحوا يسرة وعقدوا أسلو و20,000 أسلو، ثم كانت النتائج على ما نعلم. ثم نعلم الوضع العربي الذي تطرقنا إليه من قبل اللي هو الإطار الحامي أو يفترض أن يكون حاميا. ثم نعلم الخذلان الدولي، كل شيء يوم قاعدين نتكلم عن المجتمع الدولي وعن 6 أمريكا وسيطة وراعية ومش عارف إيه، ولسه حد دلوقتي حد ناس بتسأل هي أمريكا هتوافق أن إسرائيل تدخل؟ أمريكا في اللحظة دي وصولا لتنصيب الرئيس أو الرئيسة الجديدة في 20 يناير 25، هذه اللحظة نتنياهو هو الآمر الناهي، نتنياهو وليس للإدارة الأمريكية إلا أن تسمع فتطيع وتجلب أساطيلها إلى المنطقة. صح. طيب في الموقف ده كله ماذا سيحدث؟ حصل ما حصل في غزة، تدمير شامل وجعل. انت ليه بس يا دكتور عبد الحليم شايف، انا مش بعترض، انا بس بحاول الف الصوره، ليه شايف ان هو سير قدري او الهي او سيناريو قدري بفكره البقاء، ومستبعد فكره ما هو انا بكره، على راي شعبان عبد الرحيم الله يرحمه، انا بكره اسرائيل، لكن مش معنى كده كرهي يخليني
ما اقولش انها بتعمل حاجه صح او انها بتخطط صح او انها بتشتغل صح. انه في قدر، في قدر هنا الصمود والبقاء، لكن في كمان هنا مخطط اسرائيلي زي ما حضرتك قلت، انه الصداع اللي في راسي طول الوقت مما يمثله حزب الله في الشمال والفناء الخلفي بتاعي في غزه وحماس، جات لي فرصه على طبق من ذهب ان انا اخلص منه للابد. عظيم. لماذا لا استغل الفرصه؟ عظيم، بيستغل الفرصه. اه ما هو عنده غرائز بقاء ايضا. ماشي. يعني يعني مع حضرتك عندك مشروع تاريخي توفرت له كل الفرص وتأييد عالمي من المستوى الغرب، انتقل من بريطانيا لامريكا لغيرها. وعاوز يفضل. بس جميل. وعاوز يفضل. الجديد ان هو حاسس ان في خطر على بقائه. بينما كانت حالته مستريحه من قبل. هي الاشكاليه بقى اللي عايز اوصلها لك، اللي مخليه الناس الغير سياسيين يقول لك ما هو لولا الذريعه اللي حماس عملتها في 7 اكتوبر لم تكن الفرصه اللي تاتي على طبق من فضه لاسرائيل انها تعمل مخططها اللي صبر عليه. وايه الذريعه اللي في الضفه الغربيه؟ ما هو خلاص بقى انت فتحت، ما خلاص بقى فتحت القفص للاسد يطلع. لا، اللي حاصل في الضفه الغربيه كان موجود لسنوات قبلها. آه. وخرائط نتنياهو اللي احنا بنتعامل معاها كاننا نكتشف امرا لاول مره. صح. اللي مش ظاهره فيها الضفه الغربيه، بس ما كانش عنده مبرر، كان رافعها انفجار. منذ متى كانت تحتاج اسرائيل الى ذريعه؟ اسرائيل في ذاتها آلة شر وكيان شر وعدوانية مطلقة. هذا ما لا يريد ان يستوعبه فئات من الناس ضاعت احلامها، يعني عقولها، وراء اوهام السلام. احنا ابتدينا بالسلام والى اخره. في النهاية في حقوق لا تسقط بالتقادم، وغرائز البقاء موجودة على الجانبين. وهي حرب اخيرة، حتى لو توقفت لبعض الوقت سوف تعود. صحيح. وخد بالك ان اللاءات مطلقة، يعني فكرة لا للدولة الفلسطينية هل كانت اول مرة يقولها نتنياهو بعد 7 اكتوبر؟ قالها كتير قبل كده، بس احنا بنفوت وندعي ونستمر في الفلكلور ان الدولة على عاصمتها القدس الشريف، وفي قول اخر القدس الشرقية على اراضي 7 اكتوبر. احنا بن 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 يعني احنا بي 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 بنقدم اوهام نحشو بها رؤوس الناس. هنا في ضرائب دم. اللي عاوز اتامله في غزه مثلا على سبيل المثال، غزه كما يقول الكثير من الناس دمرت فيها كل عناصر الحياه. نعم. لكن الشعب غزه فين؟ شعب غزه موجود في غزه. موجود. صحيح. صحيح. طب يعني 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 الشعب لا يموت، الهدف الجوهري اللي هو ابادته بالكليه لن يحدث. صح. اتنين، لا ده هنا انا اسف، ده هنا الشعب كمان تعلم من درس 48 وعرف ان النزوح معناه نكبه. طبعا هو ادرك انه اول ما يخرج، ما يترك ارضهم لن يعود، لا عوده بعدها ابدا. انت هنا الشعب الفلسطيني الذي يتصور الناس ان بعد ما هدوا ده كله مش هيقدر يعيش، هيعيش. لانه عاش ظروفا مثلها واسوأ وسيظل يعيش. كويس. اتنين، مش معنى كده ان احنا نتعامل ببرود مع مفهوم. الضحايا. مفهوم. الشهداء كذا، لا، تدمي القلب. لكن في النهاية منذ متى تحرر اي شعب في التاريخ دون دفع ضرائب الدم؟ لن اضرب امثلة اقرب الينا، المثال الجزائري. صح. اللي هو نحو 3 ملايين في الجولة الاخيرة من الحرب، اللي هي من 1954 ل 1960. نعم. وكان يجد سند هنا. ده الحساب، مش انه والله حد خد قرار الحرب. طب ما يعني اللي في ايده قرار الحرب خد قرار الحرب لا مؤاخذه عشان ينعي على احد اخر ليس يعبرا عن الدوله ان ياخذ قرار الحرب. ما كلهم واخدين قرار الاستسلام لاسرائيل. آه. وخدمه اسرائيل. فهنا في النهايه انت لما تيجي تكلمني عن القلب، طيب هل هتستطيع اسرائيل في طلقتها الاخيره الدموية دي المجمع عليها داخلها في الإعلام الإسرائيلي يا أستاذ تامر؟ لا يذكر حرف 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 عن عشرات الألوف التي تسقط في غزة، لا يذكر حرف. لا. كل غزة حماس وكلها نازية وكلها واجبة الإبادة. يعني باختصار شديد. وبرضو الضفة الغربية دلوقتي كلها، وبعدين لبنان دلوقتي كلها. فهذه روح فاشية انطلقت بلا عودة. اتنين، انت هنا في اللحظة الحالية في غزة فهمنا الامر، دمرت غزة وظل شعب غزة. نعم.
في لبنان وفكرة إعادة المستوطنين إلى الشمال، أنا لست محتاجا إلى إعلان أي تحدي لأي حد من أي نوع. مصير الحملة الإسرائيلية في غزة سوف يتكرر في لبنان وبصورة أكثر دراماتيكية. صحيح أن الطرفين سواء حزب الله من جهة ونتنياهو من جهة أخرى أو حكومة الاحتلال من جهة أخرى لا يريدان الدخول مباشرة إلى حرب شاملة، لكنهما كالذي يصعد على السلم درجة درجة إلى الانزلاق في لحظة إلى مثل هذه الحرب. التكنولوجيا تصنع فوارق، صحيح، لكنها لا تحسم نزاعا ولا صراعا. صح، لابد من القتال المتلاحم على الأرض، وفي هذا القتال المتلاحم لن تنتصر إسرائيل أبدا أبدا أبدا، لأنها لو كان ممكنا أن تنتصر لانتصرت من قبل في حروب عددا تتالت في غزة بعد الحرب في جنوب لبنان. من هنا أخيرا أنا ما أنصح به كما قلت، توقفوا فكل الكيان الإسرائيلي متطرف، كل الكيان الإسرائيلي دموي، بقاؤه في ذاته خطر على ما فلسطين والمنطقة. اتنين، أنا أرجو أنه بمناسبة كلام حضرتك عن أن في تحليل، أن في تحليلين وكذا وكذا، لا، في روحين حقيقة في الإعلام العربي، في روح مساندة لفكرة المقاومة واتصال الحرب ضد إسرائيل بأي صورة ممكنة من المقاومة إلى المقاطعة إلى غيرها، وفي روح أخرى تهلل لإسرائيل وتعتز بانتصاراتها. علينا أن ندرك ذلك، لأنه هذه التحليلات لا تدور في فراغ ولا بحسن نية، غالبا هي تأتي من موارد الانحياز الى طرف من طرف. انت مع اسرائيل ولا ضد اسرائيل؟ كل اللي مع اسرائيل مع انها تنتصر وتكتسح والى اخره، مفهوم. وكل العكس يلتمسون املا في ان ينتهي هذا كله، او ان يكون هذا كله، هذه الدماء في خزانة امال تتجدد من اجل استعادة الحرية وقود الحرية. نعم. يعني ببساطة مش ان في تحليلين، في روحين، في روحين، أو في انحيازين، في انحيازين واضحين. وصلت. بشكرك شكرا جزيلا دكتورنا، ونلتقي مساء الاثنين القادم على خير إن شاء الله.